وفي السياق ذاته أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي 11. ونص المرسوم على أن يشكل المجلس في فصله التشريعي 11 من 50 عضوا يمثلون مدينة الشارقة ومدينة الذيد ومدينة خورفكان ومدينة كلبا ومدينة دبل حصن، بجانب منطقة المدام ومنطقة البطايح ومنطقة مليحة ومنطقة الحمرية.